السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، واسفة ان انا غبت عنكم فترة كبيرة جدا، فمعلش سامحوني. ان شاء الله الفترة اللي جاية هعمل لكم فيديوهات كتيرة ومفيدة ان شاء الله ليكم. خلونا نبدأ بفيديو النهاردة كده ونسمي الله. النهاردة من هنا ورايح مش هترمي اي اكسسوارات عندك قديمة، اي حاجة غيرت لونها. هقولك ازاي تحافظي على الاكسسوارات بتاعتك لو انت بتجهزي نفسك وعروسة وكده، وهتجيبي حاجات من اللي مثلا ممكن يغير لونها وعايزة تشليها وخايفة ان هي تغير لونها. هقولك تعملي ايه دلوقتي. انا معايا حلقة تارة دوت، او اللي هو المدور اسمه تارة، تمام؟ الحلق دوت كان لونه كده صدى، لونه غير لانه قعد فترة عندي خلاص، وبعد كده انا دهنته سيلفر باللون سيلفر مونوكير عادي جدا عشان اجدد من شكله. فزي ما انتوا شايفين هو كان لونه سيلفر خلاص. فانا طالعة النهاردة علشان اقول لكم ان انتوا ممكن تغيروا لون الاكسسوارات بتاعتكم. انا عملت لونه لبني اهو، غيرته من سيلفر للبني. كمان انتوا ممكن تمسحوه بالاسيتون وتغيروا اللون عادي جدا، بس انا ما كانش متوفر عندي حاليا اسيتون، فعشان كده حطيت اللبني على السيلفر عادي جدا، تمام؟ وما فيش اي مشكلة، يعني ما حصلليش اي حاجة، يعني حطيت السيلفر على اللبني عادي جدا. زي ما انتوا شايفين لونه اتغير وبقى شكله حلو واكنه جديد خالص، تمام. نيجي بقى هنا بقى للخواتم، الخواتم اللي مبهدله الدنيا معانا، وطبعا من العرق وايدينا وكده وفي الحر بتلاقيها علمت في ايديكي، لونها غير. طبعا كل ده بيبقى بعد فتره، يعني مش في يوم وليله خلاص. فالخاتم ده بصوا انا بحبه جدا جدا، الخاتم ده عشان كنت جايباه في كتب كتابي وكنت لابساه في كتب كتابي، فكنت متعلقه بيه قوي. فهو لما لونه غير كانته فتره لحد ما ربنا الهمني بفكره المونوكير دي، اللي انا ممكن اغير اللون وكده. فعملته لونه برضو سيلفر زي ما هو، زي ما انتم شايفين طبعا الفرق الشاسع من مكان لونه بني اللي هو لونه متقشر خالص، بقى لونه سيلفر وشكله حلو وشيكه جميل وفي لمعة كده كمان جميلة جدا. طبعا ممكن تغيروا الخاتم بتاعكم لأي لون، وخلينا متفقين ان احنا ممكن نغير الحاجات اللي احنا نقدر عليها. يعني في خواتم مثلا بيبقى فيها فصوصة او حاجة زي كده ما بنقدرش ان احنا نغير لونها، ولكن في حاجات برضو نقدر ان احنا نغير لونها، يعني نستفيد الفكرة نقدر ننفذها في اي حاجة تنفع ليها. وطبعا انا عملت معاكم فكرة المونوكير دي قبل كده في المحافظ، غيرنا المحافظ الجلد اللي جلدها بيقشر، غيرناها برضو بالمونوكير مع بعض. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو دوت في اول تعليق مثبت. عايزة اوريكم الحلقة التارة اللي انا عملته لونه لبني معلقاه في الايد بتاعة الكمود علشان تنشف، يعني طريقة سهلة ان انت تعلقي الحلق بتاعك فين مثلا عشان ينشف لو هو نفس الشكل ده كده. طيب لو انت عروسة، معلش بقى الرغي بتاعي بسرعة ده، لو انت عروسة وعايزة تشتري اكسسوارات ليكي وتشيليها في جهازك، بصي الخاتم دوت بقاله معايا يجي 5 سنين زي ما انتم شايفين لونه كده، يعني يمكن غير حاجة بسيطة قوي خلاص، ويعني مش اللي هو بالاسعار الواو، يعني انا فاكره تقريبا كان ب20 او ب25. ما علينا، ايا كان الحاجه اللي انت هتجيبيها وايا كان سعرها هتحافظي عليها بالمونوكير اللي هو الشفاف اللي احنا بنطلق عليه مقوي الاظافر خلاص. المونوكير الشفاف دوت تدهني بيه مثلا لو جايبه اكسسوارات خلخال او غوايش خواتم، كل الحاجات دي برضو حلقان، اي حاجة اعملي عليها بالمونوكير الشفاف دوت وشليها في اي كيس بلاستيك عندك، هتفضل محافظة على لونها لحد ما تتجوزي ولونها مش هيغير تماما. فانا وريتكم ازاي ان احنا نعمل يعني الخاتم الذهبي دوت خلاص، وكده ازاي تغيري الخواتم بتاعتك اللي لونها متغير والحلقان بتاعتك. واتمنى الفيديو يكون فاتكم وعجبكم، ومتاكده ان هو هيفيد ناس كتيره جدا جدا، لان يعني كلنا في بيتنا عندنا اكسسوارات قديمه ولونها متغير وما بنعرفش نعمل فيها ايه، فدلوقتي تقدري ان انت تغيريها وتخليها جديده. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك للفيديو دوت وتشتركوا في قناتي لو اول مره تشوفوها، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد دايما، واشوفكم فيديو جديد على خير ان شاء الله. وفيديو اللي انا عملت فيه المحفظة بالمونوكير برضو هسيبه لكم في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف، دوسوا على عنوان الفيديو دوت هتلاقوا صندوق الوصف كده اتفتح لكم تحت الفيديو، وهتشوفوا الفيديو بتاع المحفظة خلاص. دي كده الشكل النهائي بعد ما الحاجات نشفت، طبعا كلها اكنها واو جديدة وتحفة جدا. يلا بقى عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.